يترقب الشارع العراقي بحذر شديد الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خلال الساعات المقبلة إلى البرلمان. فبرغم تصاعد وتيرة الخلاف السياسي إلا إن رئيس الوزراء لم يكشف عن كابينته الوزارية إلى الآن. اليوم الشعب العراقي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة اللي هي منتظرة من قبل رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي. التشكيلة نتمناها أن ترضي جميع مطالب الشعب العراقي وأن ترضي المتظاهرين في المناطق الجنوبية وفي كافة أنحاء العراق. أتمنى أنه الكابينة المرشحة الجديدة تكون غير سياسية وغير أحزاب وغير الوجوه اللي إحنا معتادين عليهم اللي ما قدمت شيء للشعب العراقي. مد وجزر وصراعات سياسية خفية، مصادر مطلعة أشارت إلى أن كابينة الرئيس المكلف تخلو من المحاصصة التي غطت الحكومات الماضية، فيما يرى مراقبون أن تلك الكابينة إذا اعتمدت على مبدأ الكفاءات فإنها ستعود بالفائدة إلى الشارع العراقي. نتوقع إن شاء الله ونتأمل خيرا بتشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيما وأن هذه التشكيلة كانت غائبة عن مطامع الكتل السياسية ولم تحظى الكتل السياسية إلى اللحظة بتشكيلة وزارية ولم تعرف أسماء هذه التشكيلة، وبالتالي إن كان اختيار التشكيلة الوزارية على مبدأ الكفاءات فأعتقد أنه ستمضي هذه الحكومة وتعبر بالعراق إلى بر الأمام. حقيقة هذا اللي نتمناه من رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي، وأن ما يتعرض إلى ضغوط الأحزاب الحاكمة، يعني نتمنى أن يلبي طموح المتظاهرين اللي مالين حاليا كثير من المدن اللي طالبون بالتغيير والابتعاد عن ضغوطات الأحزاب الحاكمة وابتعاد عن الشخصيات القديمة الوجوه القديمة. ويتطلع الشارع العراقي إلى إعلان التشكيلة الوزارية والتصويت عليها، فيما ترجح شخصيات سياسية عدم تمرير الكابينة الوزارية لعدم اتفاق بعض الكتل السياسية ومن بينها تحالف القوى العراقي والتحالف الكردستاني. ترقب حذر لما ستؤول إليه تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، ويبقى السؤال، هل سينجح محمد علاوي في اختيار كابينة وزارية تلبي طموح المتظاهرين وتخفف من غضب الشارع العراقي؟ من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.